يلا يا حنفي. على فين؟ رجعت مطرح مدينتك وعد على مديرية الأمن أقدم استقالتي. عايز تسهيل أنت استهيل. أنا مش راجع قبل ما أصفي حسابي معاهم. أنت مش قدهم. دول قتلوا مرات أخوك. وأخوك كمان راقد بين الحياة والموت. أخويا هيعيش يا باشا. إن شاء الله هيعيش. ألو؟ صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ أنا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا. شنطة الفلوس اللي مع حنفي أو معاك لازم توصلني، وإلا هخليك تطلع عليها القرفة يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ عابلة مراتك. وإذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف هيقتلوني. عابلة عابلة قدامك ساعة تجيلي فيها ضهر ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك ومعاك الشنطة. طبعا ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف شريف سلام يا باشا. الو ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطة الفلوس فين؟ انت بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطة الفلوس فين انت؟ اتكلم. حنفي انا ماليش في الدنيا غير عبلة مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء واحمد اخوك؟ قول لي حنفي فين شنطة الفلوس؟ هجيبها لك يا باشا. Thank you.
قال لي واخرتها خير اخرتها كل اللي فات قلنا معلش الجوع والفقر كان شدد علينا انما ايه اللي بنيله ده دلوقتي الله جلال يا شباب هو هتكون كرفت قبل الواد بدر بتاع على الله لا ازاي بس ازاي انت عارف فينا ايه دلوقتي هيلت الدنيا علينا دخل لنا عش التعابين برجلينا تقدر تقول لك تعمل ايه مع جوزها هتكون عقلك كويسك تقتله هو كمان لا بعد كلام انا هاخد منه شنطه الفلوس وحاول له بالف سلامه انت والمدام بس اديني بقى كلمه شرف انك انت تسيبنا في حالنا طبعا لازم هخلص عليه تبقى كلمتك يا خير اتصعب أمرك يا باشا جيت لك ولوحدي يا خيري أهلا بيك يا باشا عشان التانيين حالة قاسم وكل واحد ياخد حقه فلوس ايه تاني الله انت ناسي ان ابو الهانم مرات الباشا مليونير قد الدنيا وواجب ان هو يدفع عشان حياة بنته وده يحصل ازاي ما حصل خفيف وكلها كام ساعة والبيع هيشرف بشنطته لا انا اخد نصيبي بالفلوس دي واتكل على الله وكفاية لحد كده خايف مرعوب ادوني نصيبي وانا هطلع التوا في اي حد غالي والطلب رخيص نصيبك في الحفظ والصون عينهولك من زمان هتبني يا خيري اللي يخاف ملوش مكان بينا دول تقتلوا ما انا كمان خايف يلا دلني انت حاجه ثانيه ما تشبهش نفسك بيه انت عارف كويس قوي ان انا ما استغناش عنك احنا الاثنين طلعنا من تحت الارض زي الدول وعشناها بالطول والعرض بس انا خلاص تعبت انا بقيت اضعف من بدوي الف مره وعمالين نقتل في بعض عشان ايه الفلوس حقنا رشاد ودلوقتي الفلوس اللي معانا هتتقسم على اتنين بدل تلاته انا وانت وبس ولا حد تلاتنا هنضرب لنا بزبورين مبلولين ونقط على بره طول عمرك غدار يا خيري بس يا ويلك لو غدرت بيه انا في الجبانه ازيك عطوة ايه اللي رماك علينا مزنوق في حته سلاح لا جواز سفر مبلول بضاعه مسروقه عايز نتصرف فيها انا عايز صاحب الجواز المبلول ده قصدك مين خيري جبت المفيد ابعدنا عن خيري ده واد ابن حرام ما هو تربيتك الاقيه فين انسى خيري ما انتش قده خيري فين عطوه وعلي اللي هتطلبه حدهولك وانت عارف كلمتي كويس عاسس ورا البت نعمه بت مين نعمه الرقاصه ودي الاقيها فين وده جوه معاك ما تخافش يا سحانه انا عارف شكلها كويس فات عينك كويس انا هخش عطل المايه جوه وهي لو خرجت تقطرها تعرف راحت فين وتجيني هنا يا سحانه مساء الخير يا فندم عايز اجدع ترابيزه لكام نفر يا فندم 10
هما فين يا فندم؟ ما حبيتش اجيبهم معايا، دمهم تقيل، ما بحبش اخسر معاهم. انا اسف شرفت يا فندم. يا خيري هجم عليا وانا برقص في المحل وراسه ألف سيف لا يعرف فين مكانه. من امتى الكلام ده؟ من 10 دقايق وسايباه في ايدين رجاله المحل. اوعي يكون قطر. هيقتلني ازاي وانا سايباه بيتخانق مع رجاله المحل؟ وانت عارفهم الجن الازرق ما يخلصش من ايديهم. يبقى لازم نسيب البيت ده حالا. وهنروح فين دلوقتي يا ابو مخ ضرب؟ الشارع مالهاش رجال. اسمع، طلع رجاله بره وخليهم يفتحوا عليهم والصباح رباح. واحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالي وانا اقول لك. رجع لك اشوف بنتي يا خيريه. مادي وخس الشيطان، مفيش وقت. مستحيل لازم اشوف بنتي يا خيريه. البنت بخير، انا لسه سامع صوتها بالتليفون. انا هروح اديهم الفلوس وارجع بيها على طول. ولا طمني، مش ممكن تستخسر فيها فلوس وما تروحش؟ انا هستخسر نص مليون جنيه في مدي ام مخ طايح واسيبهم يقتلوها. انا مش دعوه، جايه معاك. ارجع على عينك اشوف بنتي. انا عارف ما خطفوكيش انت. شريف. ايوه عادي. انا خايفه. ما تخافيش طول ما انا جنبك. وانت في ايدك ايه؟ ما انت متكتف اهو.
طب اسكتي بقى، سيبيني افكر في المصيبه اللي احنا فيها دي. هو انا مش عارفه اكلمك هنا في البيت ولا انا كمان. من هنا جوه في العزم. طب روح انت جمعه وما تقعدش بعد الساعه ببلغ البوليس. سحنت تقلقش عليا، يلا روح. انا خايفه قوي وقلبي في رجليا. ليه؟ انت مش زهقتي منه؟ بس ده باين عليه لبط ومش سهل. مفيش مخلوق يقدر يعوب هنا. ولاد عمي في كل حته والسلاح في ايديهم. اللي هيخطي برجله في العزبه هيتدفن فيها. امتى الكابوس ده يتزاح بقى؟ كلها كام ساعه وهنكون في السويس. هناخد المركب على اليونان ومعانا الفلوس. هنغنغي كنعمه. هنعيش بقى يا بت. ورشاد وصابت ومراته. اترحمي عليهم، ما هي لا مؤاخذه، الرحمه تجوز على الحي والميت. انا خايفه يا موسى. قلت لك اقعدي في البيت، ما سمعتيش كلام. مد صوتك. بقول لك ايه، مش كنا قلنا للشريف ما تجيبليش سيره الشريف، ما تشاهم. تاخرتوا ليه؟ هي اللي على الثلاجه دي. تطلع مين بسلامتها؟ دي مراته. خيري مش منبه عليك تيجي لوحدك؟ هي اللي شمطت فيا. خد منهم شنطه الفلوس وفتشها. موسى موسى حوشة. انا ما تتعبش نفسك، انا هديهولك اهو. اتفضل اتفضل اتفضل، كل اللي انت عايزه. خير الله. هاتي دول. حاضر. في البيت ليه لغايه بنتكم ما ترجع لكم؟ موسى انا هيغمى عليا. فوق يا ولاد دلوقتي. حاضر. اي 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 حاسب يا شريف. معلش يا عبله استعملي شوي. اي اصل دي اول مره احس فيها انك جنبي غصب عنك. لو كنت اعرف كده كنت جبت لك حبل من زمان وكتفتك. حبل يا حبيبتي؟ اتجننتي؟ انتوا راضيين فيا كده ليه؟ ما تترزوا باي حاجه لغايه البيت ما ترجع له. ارجوك يا حنفي بيه ما تسيبناش لوحدينا. يا وليه يا وليه سيبينا الله يخرب بيتك ده وقته. والله ما انا سائل فيكم، خليكم مرزيين كده. انتوا عاجبين بتهببوا ايه عندكم؟ مش سامعين اللي بيحصل بره؟ ايه بيشوف في ايه؟ ما تدلعش. هقول يا رجاله انا في هنا، كل واحد يروح من ناحيه. لا مؤاخذه يا باشا، استأذنك شوية في المدام عن إذنك. لا لا شريف. قدامي قدامي ما تعصبيش قدامي. بقول لك إيه؟ بقول لك قدامي وأنت ساكتة لا هتفرق مطرح ما أنت واقفة. هنروح بيها على فين بقى؟ هنهرب بيها من الباب اللي وراني قدامي. على فين يا خيري؟ ناوي تهرب؟ عايز تغدر بيا أنا كمان وتسيبني القضايا؟ انا اغدر بيك يا رشاد؟ ده انت اخويا، احنا الاثنين متعلقين في عرقوب واحد. اخص عليك يا رشاد، انا اغدر بيك.
تتشاهد عليه. بقول لك اقتله، ما ترمي هذا السلاح. هيا يا ابن المجنونة، كان ممكن الرصاصة دي تيجي فيها تجيب اجلي. ما تخافش يا باشا، انا كنت بطل ماء في الجيش. مراتك فين؟ خدها خيري من شوية. تعال نلحقها قبل ما يعمل فيها حاجة. امشي نجرب. اسمع، لف انت من هنا وانا هلف قبلك من الناحية التانية، وده خد بالك من نفسك، مش كل مرة ملحقوش عنك. يلا اتحرك ما تنعش يا ابني. مش من هنا، من هنا. قومي سيبني بقى، قومي سيبني بقى. اسيبك؟ ده انت جواز سفري في وسطيهم. قومي قومي. ما قلت لك خلي بالك من نفسك يا باشا. شكري يا حنفي، انقذت حياتي مرتين. عشان يطمر بس. انا هطلع من هنا. ماشي. لو نطقت بكلمه مش هتلحقي تكمليها. مفهوم؟ وانت بتعملوا ايه؟ احنا اداب. يلا على البوكس. الفرصة لسه قدامنا، بينا نهرب قبل فوات الاوان. ودم دوعة واللي عملته في اخويا احمد. الحي يبقى من الميت يا وباها. انت ميت ميت يا خيري. ايه يا حنفي؟ قول اشوف وشك بخير يا باشا. اطمن، انا قدمت تقرير للوزاره وان شاء الله يخففوا عنك الحكم. هطمن عليك واجي ازورك كل اسبوع. عايزين نقوم معاكم بواجب. طيب ما تفضلوا معانا تشربوا حاجه. خلي بالك من نفسك يا حنفي، مش عايز اي حاجه. ربنا يخليكي. خلي بالك من الباشا، بيحبك. هو نازل صحيح، ها؟ انما ابن حلال وطيب قوي قوي قوي. مع السلامة يا حنفي. إن شاء الله بعد ما أخرج عايزين نبقى نكمل كلامنا. تعال جرب. أنت بتقول لها إيه؟ الواحد ما يعرفش يتكلم كلمتين وأنت موجود. أنت جبتوه معاكم ليه؟ شوفوا شوفوا خير. شريف شريف، تقبض على الحرامي ده، سرق مني شنطة الفلوس اللي كنت حابب بيها عقدة. أنت بتقول إيه؟ انا شفته معايا وانا عامله مغمى عليا وهو بياخد الشنطه. شنطه فلوس تاني يا حنفي. حنفي فين شنطه؟ حنفي شنطه ايه يا باشا؟ شنطه الفلوس بتاعت حمايه.
خلينا نبقى يا باشا في الحفظ والصور. في انهي حته يا حنفي؟ لما اهرب هبقى اقول لك يا باشا.